ورجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض أسئلة عامة. تخلط بعض أنواع الأسبرين بهيدروكسيد الألمونيوم. يمكن في فيديو فات قلت لك إن أنا عشان أقلل من فرص حدوث قرحة المعدة فيا إما بفتت حباية الأسبرين أو إن بعض أنواعه مخلوطة بهيدروكسيد الألمونيوم عشان تعادل حموضة الحموضة الناتجة من التحلل المائي للأسبرين. نروح بقى على أسئلة من أسئلة علل اللي موجودة في الأبواب الأولانية. علل الموجات المادية تختلف عن الكهرومغناطيسية. أنت أشطر مني في الحاجات دي. الموجة المادية والموجة الكهرومغناطيسية يقول لي علل يقول لي قارن. فبقول إن الموجات المادية لا تنفصل عن مصدرها وسرعتها لا تساوي سرعة الضوء. أما الكهرومغناطيسية فكانت بتنفصل عن مصدرها وسرعتها هي نفسها سرعة الضوء. الطيف الخطي لأي عنصر هو خاصية أساسية مميزة له، وإحنا قلنا إن عن طريق الطيف بنقدر نتعرف على العناصر. ده حتى وإحنا على الأرض هنا عرفنا إن الشمس بتتكون من الهيدروجين والهيليوم. منين؟ من خلال تحليل الطيف اللي طالع منهم. ليه؟ لأنه لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الخطي. يزداد نص القطر للذرات في المجموعة بزيادة العدد الذري. افتكر معايا، احنا خدنا نص القطر في الدورات وفي المجموعات، وقلنا انه في حالة الدورات لما بيزيد العدد الذري نص القطر بيقل. ليه؟ لزيادة شحنة النواة فتزيد قدرتها على جذب الالكترونات فيقل نص القطر. لكن في المجموعات كل ما بيزيد العدد الذري نص القطر بيزيد، وده راجع لثلاث اسباب. السبب الاولاني زيادة عدد المستويات، السبب الثاني زيادة التنافر بين الإلكترونات، السبب الثالث لأن المدارات المكتملة بتعمل على حجب قوة جذب النواة. جهد التأين الأول للغازات النبيلة مرتفع جدا. احنا قلنا بالنسبة للغازات الخاملة جهد التأين الأول بتاعها كبير. ليه؟ لصعوبة كسر مستوى مكتمل بالإلكترونات أو لاستقرار نظامها الإلكتروني. تقول دي تقول دي، الاثنين صح. السيزيوم من اقوى العناصر الفلزيه. فاكر واحنا في الباب الثاني لما خدنا الفلزات واللا فلزات وقلنا ان اقوى اللا فلزات كان الفلور بيقع في اعلى يمين الجدول، اما اقوى الفلزات فكان السيزيوم بيقع في اسفل يسار. طب ليه قلت على السيزيوم ان هو اقوى الفلزات؟ لكبر نص قطره وصغر جهد تأينه وسهولة فقده للإلكترونات. يبقى يعتبر السيزيوم من أقوى العناصر الفلزية لكبر نص قطره وصغر جهد تأينه وسهولة فقد الإلكترونات. حمض البيروكلوريك أقوى من حمض الأرسو سيليكونيك. من الأسئلة برضو ده جه في 2006 كان رقم 2 في علم. ليه حمض البيروكلوريك أقوى من حمض الأرسو سيليكونيك؟ أقول له قوة الأحماض الأكسجينية بيتحكم فيها عدد ذرات الأكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين، أو ممكن أقول عدد ذرات الأكسجين المرتبطة بذرة اللافلز. كل ما كان عدد ذرات الأكسجين أكتر اللي هي الغير مرتبطة بالهيدروجين دي أكتر، كل ما كان الحمض أقوى. علشان كده لما تمسك حمض البيروكلوريك اللي هو HClO4 وتيجي تحوله للصيغه العامه اللي هي MOH هتلاقيه عامل ازاي؟ اهو Cl دي الام بتاعتنا، عندي H واحده يبقى هياخد O ويعمل OH ويفضل 3 O ما لهمش اكسجين. لكن حمض الارسو سيليكونيك SiOH/4 ما فيهوش ولا اكسجينه غير مرتبطه بهيدروجين. فيبقى عدد ذرات الاكسجين الغير مرتبطه بالهيدروجين هنا في البيروكلوريك اكتر من السيليكونيك، عشان كده حمض البيروكلوريك اقوى. ان ايه فلز الصوديوم فلز لين. انت عارف ان عناصر المجموعه 1 ايه تعتبر فلزات لينه منها الصوديوم، اما الالومنيوم ففلز صلب. رغم ان الاثنين فلزات لكن دي ليه ده لين وليه ده صلب؟ اقول له هنا الربطة الفلزية بيتحكم فيها عدد الإلكترونات المكونة للسحابة الإلكترونية.
ففي حالة الصوديوم بيفقد الكترون واحد، في حالة الألمونيوم بتفقد ثلاثة. يبقى عدد الالكترونات المكونة للسحابة الالكترونية في الألمونيوم اكتر من الصوديوم، وبالتالي قوة الربط الفلزية في الألمونيوم اكتر من الصوديوم، عشان كده الألمونيوم تلاقيه صلب، اما الصوديوم فهو لين عامل زي اللبانة بالظبط. ليه؟ لان قوة الربط الفلزية تزداد كلما زاد عدد الكترونات التكافؤ في ذرة الفلز، وتصبح الذرة اكثر تماسكا، ولذلك فان الصوديوم لين لوجود الكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي، بينما الالومنيوم صلب لوجود ثلاث الكترونات. لا توجد ايونات الهيدروجين منفردة في الماء. ليه؟ ده مهم قوي 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 قوي. ليه لا توجد ايونات الهيدروجين منفردة في الماء؟ قال لحضرتك لان في المية ذرة الاكسجين بتاع المية عليها زوج من الالكترونات الغير مرتبطة، ذرة غنية بالالكترونات بنسميها ذرة مانحة. اول ما تشوف البروتون اللي هو ايون الهيدروجين ده يصعب عليها فتديله الاثنين الكترون وتعمل معاه ربطة بنسميها ربطة تناسقية، ويتكون ايون اسمه ايون هيدرونيوم. يبقى لا توجد ايونات هيدروجين منفردة في الماء، او علل قدرة المية على تكوين ربطة تناسقية اقول لوجود زوج من الالكترونات الغير مرتبط على ذرة الاكسجين بتاعت المية تعمل معاه ربطة تناسقية. ليه الربطة في جزيء كلوريد الهيدروجين تساهمية قطبية بينما في جزيء الكلور تساهمية نقية؟ هنا نروح على الربطة التساهمية. لما قلت لحضرتك ان الربطة التساهمية تتم بين عناصر لا فلزات وبعضها، اذا كانوا ذرتين من اللا فلزات متماثلتين زي جزيء الكلور اللي عندي ده عبارة عن CL وCL مرتبطين مع بعض، وفي الحالة دي بيبقى فرق السالبية بينهم يساوي صفر فبنسمي الربطة تساهمية نقية. اما اذا كان بيتم بين ذرتين من اللا فلزات مختلفين زي كلوريد الهيدروجين هيدروجين وكلور، بيبقى في فرق في السالبية بينهم ولكن الفرق ده مش كبير، اقل من 1.7، يبقى اسمها تساهمية قطبية. يبقى هنقول في جزيء كلوريد الهيدروجين تساهمية قطبية. ليه؟ لان فرق السالبية بين الهيدروجين والكلور اقل من 1.7. لكن في جزيء الكلور تساهمية نقية. ليه؟ لان فرق السالبية بينهما يساوي صفر. يستخدم السيزيوم في الخلايا الكهروضوئية. افتكر معايا الظاهرة الكهروضوئية. لما قلنا ان الظاهرة الكهروضوئية هي ظاهرة تحرر الالكترونات من سطح الفلز عند سقوط الضوء عليها. طب اشمعنى استخدمت السيزيوم تحديدا؟ قال لي لان السيزيوم بيتميز بكبر نص قطره وصغر بعد تأيونه، فلما يسقط عليه الضوء يفقد الالكترونات بسهولة، عشان كده بنستخدمه في الخلايا الكهروضوئية. ليه؟ لكبر نص قطره وصغر بعد تأيونه وسهولة فقده للالكترونات. يستخدم سوبر اكسيد البوتاسيوم في تنقية اجواء الطائرات والغواصات. يجيلي في علم، يجيلي في الاستخدامات، برضو شغل دماغك. ليه بنستخدم سوبر اكسيد البوتاسيوم في الموضوع ده؟ اقول له لان سوبر اكسيد البوتاسيوم اللي هو KO2 بيتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون الناتج من التنفس. خليك معايا على الشاشة. سوبر اكسيد البوتاسيوم KO2 بيتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون الناتج من التنفس في وجود CuCl2 كلوريد النحاس ثنائي كعامل حفاز، ويطلع كربونات البوتاسيوم زائد اكسجين. فكأن سوبر اكسيد البوتاسيوم بيعمل ايه؟ بياخد ثاني اكسيد الكربون الناتج من التنفس يتفاعل معاه ويديني بداله اكسجين اللازم للتنفس. يبقى هو بيستخدم في عملية تنقية الاجواء. طيب في كمان عندنا سؤال اللي هو بيقول لا يستخدم الماء في اطفاء حرائق الصوديوم، او علل لا تطفأ حرائق الصوديوم بالماء. ليه؟ لان لما حضرتك بتحط المية على الصوديوم، الصوديوم فلز ناشط، عناصر المجموعة 1 ايه كلها عناصر ناشطة كيميائية، حتى انا قلت لك يجب ان تحفظ تحت سطح ايه؟ تحت سطح الكيروسين. طب لما تتفاعل مع المية تطلع NaOH ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة، عشان كده يجب الا تطفأ حرائق الصوديوم بالماء. كملنا اسئلة علم، هرجع لك بنوع جديد من الاسئلة، اوعى تروح في اي حتة.